يا ربي قصدتك وأنت الكريم، ودعوتك وأنت العظيم، ورجوتك وأنت رب العالمين. ناديتك وأنت الرحمن الرحيم، فيا سيدي ويا سندي ويا من عليه أعتمد، ارحم عبدا دعاك وليس له إلا أنت. اشفنا شفاء تاما، وعافنا في أبداننا، واخرجنا مما نحن فيه من الهم والحزن، فأنت الكريم الذي لا يرد سائلا. سنرحل يوما دون وداع، سنترك خلفنا كل ما نريد وما لا نريد، ذلك هو الرحيل البعيد. فاللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها. يقال: إذا كانت قدمك تترك أثرا في الأرض، فلسانك يترك أثرا في القلب، فهنيئا لمن لا يظلم أحدا ولا يجرح أحدا ولا يغتب أحدا. الحمد لله.